واقول للجمهور ان نفسي يشوف الفيلم. احنا عاملين فيلم يدعو الى البهجه. هتشوفوا فيلم حلو. فيلم عادل مش عادل مليان تحديات كتيرة لصناع الفيلم وكمان الأبطال. فانطلق الفيلم وسط منافسة كبيرة بين الأفلام يلي بلشت تنعرض من بداية العام، مثل فيلم مقسوم، الملكة والحريفة. والله موضوع المنافسة أنا بشوفه المنافسة الإيجابية أو المنافسة الصحية، بالعكس يعني لازم يبقى في منافسة عشان كل واحد يطلع أحسن ما عنده. فيلم نازلة في التوقيت بتاعنا إن شاء الله. جونر مختلف عنا، يعني في فيلم تراجيدي، فيلم اكشن، فيلم بس احنا كوميدي، فاحنا مختلفين شويه في التوقيت ده الحمد لله. خلق الفيلم تحدي الاعتماد على كوميديا الموقف وليس كوميديا الافيهات المنتشره بشكل كبير، وهذا اللي اكدوا صناع العمل من كلامهم. هو شخصيه سمير دي تحس ان هو شخصيه يعني فانتازيه شويه، فيها جزء من اللسعان وفي كوميديا حلوه ان شاء الله. انا ما عملتش كوميدي قبل كده غير فيلم واحد، فيلم بوشكش، بس بوشكش كان افيهات اكتر، لكن هنا فيلم كوميديا موقف ما فيش عندي افيهات خالص. ساعدني عادل، فكرك انك تستغلني انسى. وتحدث الأبطال عن عملهم داخل الفيلم، فكان تحدي إلهم كون دور جديد عليهم، وحكوا كمان عن كواليس تصويرهم خاصة مع الفنان أحمد الفيشاوي. دوري في الفيلم ممثلة سوبر ستار من الطبقة الراقية شوي، أول مرة الشكل ده، كانت الكواليس حلوة أوي، جريد جري الوحوش. موقف جديدة أنا ما مثلتهاش قبل كده، الشخصية نفسها عمري ما كنت مثلت حاجة حتى شبهها. أحمد طيب جدا، ممثل موهوب جدا جدا جدا، أنا بحب تمثيله. هو مش عامل شخصيتين في الفيلم توأم، لا خالص، هو بس القفيش متوه شوية الدنيا، بس هو اسمه عادل، بس هو مش عادل. هو أنتوا لسه شفتوا حاجة؟ كله يثبت مكان. كمان اختيار أغاني الفيلم كان تحدي آخر للصناع، ورهانهم على المطربة نوال إنه تكون أغانيها هي الترند الجديد. إن شاء الله بقى بنتمنى يعني إن احنا نكون الأغنيتين دول هم الترند الجديد بتوع نوال. أما الفنان أحمد الفيشاوي فتكلم عن تخليه عن التاتوز في الفيلم ودوره في الكوميديا الفترات الجاية. هو احنا بنحط ميك اب وبيبقى يعني ضد المية ضد النار، يعني يعني ميك اب ما بيطلعش الا بالكحول اللي هو الكحول الطبي. وان شاء الله اعمل افلام كوميدي لمده لو ربنا اداني عمر يعني في العشر سنين الجايين. وبعد كل هيدي الكواليس، هل يا ترى رح نشوف فيلم عادل مش عادل محقق وسط هالمنافسات نجاح وايرادات بعد عرضه؟ لازم العمل في الاساس يكون عمل راقي، عمل يعني لا استحسان عند الجمهور، عمل الجمهور يطلع منه حبه، وبعدين موضوع الايرادات ده توفيق وعدم توفيق من عند ربنا. يعني طبعا ما فيش منتج يعني ما بيبصش على الايرادات، بس احنا بنخلص الفيلم وندعيه.